طبعا يحب لنا ليبي. الواو كنا ليبيين وكنا نحب بعض. يلا حلقة جديدة من برنامج المخزن. المكان الأول لمحتوى منه إلى الشباب الليبي. ليبيا ليبيا لتقديم برامج الألعاب. السفر كرازدة في ليبيا. عملية لبس الدراع. الرياضة. الموسيقى. وتطيب. هذه ميزة ليبيا، يعني كلنا مخلطين وكل واحد عنده طريقة الأكل بتاعه. إمكان نتجمعوا نتناقشوا ونضحكوا فيه مع بعض. حبيبي لو كنت أمازيغي عربي تباوي تارجي في الأخير أنت ليبي وأنا ليبي. شاركنا وإلقي إبداعك. هذه فرصة مهمة. يد بيد نبنوا ليبيا. الواو ما فيش بديل.